ما تبداش عنا، يلزم نتعب على رواحنا، يلزم نرجعوا، يلزم نعرف كيف تبدا عندهم، يلعبوا على الترام تاعهم، يعرف هذه البارتي الاولى باش يحاروا باش يمشيوا باش يمركيوا بازيد جول باش يضمنوا في الرتور. اوكي، الشيء هذا نعرفوه ومتوقعينه، نعرفوا كيفاش باش يلعبوا، نعرفوا باش يجيو على الجناب، بحيث اللي على الجناب بالنسبه للديفونسور اللاعبيه نتاع الوسط اللي على الجناب يلزمنا كي نخسروا كره نرجعوا ونعاونوا بعضنا، نسكروا كيما يلزم باش نستعبوا لهم الماموريه. يظل كنا نجمو نعملو خير، مي في الاخر الواحد يظل نتيجة مش خايبة ان شاء الله بقدرة ربي. في صفاقس نجمو ان شاء الله نماركيو يظليو ونتعداو ان شاء الله. عملنا ماتش كبير اليوم، هذا ما يمنعش اللي لعبنا ضد ايكيب باهي سيزلو على التيرا نتاعها كاو يظل عملنا نتمتو ماتش باهي، مي البونتو هو اللي جا كيكا من بلاريتي على غالب يظل كنا نجمو نعدلو في الاخر.
ما حبيتش كرة، هما اللي جاوا ماركيو. ان شاء الله بقدرة ربي، ان شاء الله في صفاقس بقدرة ربي قبل ان شاء الله ماركيو نتعداو الفينال ان شاء الله. بارابور الروندمون اللي عملناه اليوم بقى الناس كل يعني حد ما بخل بقدر عرق، الناس كل ضميرنا مرتاح، عملنا البارتي اللي زي ما تعمل. على غالب ساعات كرة تمشي معنا ساعات ما تمشيش، ما نعتبرهاش نتيجة إيجابية، ما هيش خايبة. قدامنا جمعة باهية باش نحضروا باش كونسونتريوا روحنا وإن شاء الله نفهم مكان الخير إن شاء الله. 2-0 في أي لحظة معناتها حتى الآخر صافرة تنجم تمركي، فهمت؟ ما فما حتى خوف، هذيك هي الكرة. جات عندهم ريوسيت كبيرة، ما وصلوش ما خلقوش دي زوكازيون بوت، فراب وبالاريتي ماركاو فيهم دو بوت. دوزيام ميتون لعبنا خير، عطينا كرة بقاع، وصلنا للجول أكثر، وكنت نجم تكون حتى فهمني الريزولتا 2-2. مباراة نصف نهائي معناتها مباراة في تشامبيونز ليج ماهيش حاجة سهلة، وصلنا لدور نصف نهائي نعتبره إنجاز، لكن حققنا نتيجة اليوم نتاع فريق نهزم قدام فيتا كلوب 2-1. أهم شيء سجلنا هنا، ما فما حد شيء تلعب، معروف فما شوط ثاني في تونس لابد ان نكونوا حاضرين له. الملاعبيه الكل قلنا لهم اللي راهو نفسخوا نعاودوا، لازمنا نكونوا في مباراه القادمه حاضرين اكثر جاهزين اكثر. مباراه مش تكون سهل علينا قدام جمهورنا، اعتقد ان جمهورنا باش يكون حاضر معنا وباش يقف معنا في مباراه كما ريتوا اليوم اكثر من 30,000 متفرج. قوة شخصية الفريق رجع في المباراة وسجل هدف في وقت معناتها ممتاز، كنا نجم نسجل الهدف الثاني، لكن إن شاء الله نعديو مباراة قادمة ممتازة ونتعداو الدور اللي بعده إن شاء الله. اللي يقول لها بين نادي الرياضي الصفاقسي هو أنه الهدف نتاع علي معلول باش نتذكره ياسر، لأنه ديما كي تسجل في ميدان المنافس تتسهل الأمور إن شاء الله. اليوم يكفينا أن نربحوا 1-0 في الصفاقس قولنا في الدور النهائي، لعبنا ضد فريق محترم قدام 40,000 متفرج تقريبا، فريق يلعب كرة باهي، لازم نحضروا كما يجب مباراة، ما ننساو نتيجة اليوم، نروحوا لصفاقس غدوة إن شاء الله، الوقت قصير، نهار السبت نلعب مباراة العودة، نبداو نحضروا مباراتنا وإن شاء الله نادي صفاقس يكون في الدور النهائي. مهما كانت مباراة ذهاب وإياب يلزمك تعمل زوج مباريات مهمين، ويلزمك تنتصر في ميدانك، كانك تلعب بلالي في بلادك يلزمك تمشي بسكور مرتاح، وكانك تلعب روتور في بلادك يلزمك تكونفيرمي السكور بتاع الليل اللي عملته. سكور 2-1 معناتها في الاكستيريور حاجة مهمة برشا، يلزمنا نكونوا كونسونتري، حاجة اللي نفهموها يلزمنا نكونوا كونسونتري، يلزمنا نكونوا مركزين قدام جمهورنا ظل بإصرار اللاعبين بالعزيمة نتاع اللاعبين. إن شاء الله بقدرة ربي قادر نادي صفاقسي باش تعدل الدور النهائي، إن شاء الله بإذن الله قادر نادي صفاقسي باش تعدل الدور النهائي بقدرة ربي، حتى الأولاد عملوا ماتش باهي معناتها حتى كي تشوف الماتش في لي مومون اللي باش ندافعوا دافعنا، في لي مومون باش نرجعوا في المباراة رجعنا. زاد فما فرصة كاركتير نتاع الملاعبية 2-0 وانا بابا نيكي ما شكتش ليكيب في بعضها، المجموعه ما شكتش في روحها، هذه حاجه مهمه في مباراه انترناسيونال، في لي مومون ديفيسيل تعرف كيفاش تعدى منهم، هذا هو المهم.